انضم إلينا هاتفيا للمزيد الأستاذة آية أيمن كابتن منتخب مصر البارالمبي للسباحة. برحب بيكي كابتن آية. أهلا وسهلا، ميرسي جدا. أهلا بيكي. خلينا نتكلم عن كنا بنتكلم يعني في المكالمة السابقة مع كابتن فاطمة عن مسألة رفع الروح المعنوية من خلال اهتمام الدولة واهتمام السيد الرئيس وتكريمه ببطلات وأبطال ذوي الإعاقة أو يعني ذوي الهمم. هو الصراحة سيادة الرئيس من يعني من ساعة ما مسك الرئاسة هو كان مركز قوي على الرياضه الفرديه او بمعنى اصح ذوي الاعاقه كلهم، علشان كده كمان كانت 2018 عام ذوي الاعاقه، وبقى دايما موجود في احتفالات ذوي الاعاقه ومهتم بيهم جدا، بقى الناس ما بقتش تخاف تتكلم وتقول انا ذوي اعاقه، فبجد بقى يدينا دعم جامد قوي، وبقينا يعني الناس ما بقتش تخاف ان هي تتكلم بصوت عالي وتقول انا ليا حقوقي، وكل الناس بقت تطلب حقوقها. أيه، خلينا نتكلم ونركز أكتر عن مسألة توفير التدريب والمساعدة الفنية وأنواع الدعم الأخرى اللي بتوفرها الدولة المصرية لكم. أنا عن نفسي أنا بطلة سباحة بارالمبية، الحمد لله الحمد لله الدولة موفرة لي معسكر مفتوح، إحنا مش بنخش معسكر مقفول، إحنا بنتمرن في الاستاد كل يوم. عندنا جهاز فني سفريات طبعاً، فلا يعني إحنا زمان ما كانش عندنا، يعني احنا منتخب السباحه شغال من 2014، قبل 2014 ما كانش فيه الدعم ده، ما كانش فيه سفريات الناس، ما كانش بقى فيه الدعم ان احنا نعرف نسافر ونجيب ارقام تاهيليه، فالدعم دلوقتي بقى فيه دعم دلوقتي ان احنا نسافر سفريات، وشاركنا يعني في السباحه انا شاركت في 2 بارالمبيات واربع بطولات عالم، فالدعم بقى يفرق، الدعم بقى يفرق كتير طبعا، وبقى في تكريمات، يعني انا الحمد لله خدت سهم الجمهوريه الدرجه الثانيه في 2017، ده كده كانت اول ذوي احتياجات خاصه او اول سباحه بارالمبيه مصريه وعربيه وافريقيه تاخد سهم جمهوريه في السباحه البارالمبيه في 2017، وبرده كان دلوقتي بقى في كذا كذا شخص من ذوي الاعاقه، كذا بطل من ابطال ذوي الاعاقه، منهم انا الحمد لله موجودين في الكتب الدراسيه، منهم انا، منهم كابتن فاطمه عمر، منهم كابتن شريف عثمان، موجودين في كتاب الكتب الدراسيه، يعني الحمد لله انا موجوده في ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي انجلش واولى ثانوي وسته ابتدائي. ما ده اللي كنا بنقوله فعلا آية، انه يعني الحقيقه تستحقوا ذكر اساميكم في الكتب، لانه الحقيقه انتم بتمثلوا نماذج ملهمه بالاراده والتحدي. قولي لي آية، يعني فرق واختلف قد ايه بعد دعم السيد الرئيس ليكم والحرص على تواجدكم في خارج مصر وتكريمكم داخل مصر، فرق قد ايه في احترام ونظره المجتمع ليكم والتوعيه بقدراتكم واحتياجاتكم؟ هو فرق كتير، الناس دلوقتي اي طفل ذوي اعاقه او اي اهل من عندهم طفل من ذوي اعاقه بقوا يتكلموا، بقوا عارفين حقوق اولادهم ايه، بقوا حابين يدركوا اولادهم ويدخلوهم قوي في الرياضه كمان، يعني انا هتكلم في الحته اللي بتخصني في الرياضه قوي. دلوقتي بقوا لا ده في لعبه السباحه، بقوا يدخلوهم ويلعبوهم لانه عارفين ان هم هيلاقوا سبورت ودعم من الوزاره ومن الرئاسه لاولادهم، فالناس دلوقتي بقت عارفه عندها وعي اكتر، عارفه عندها وعي اكتر ان الرئاسه والدوله عارفين ان اولادهم ذوي اعاقه هيدعموهم وهيشجعوهم ان هم يكملوا الرياضه. فانا مبسوطه جدا بصراحه بالدعم اللي بيحصل لينا ولكل ذوي الاعاقه، ومبسوطه جدا جدا بالتكريم لسياده الرئيس اهلي جدا. الحقيقه انتوا تستحقوا يا ايه، وطبعا يعني زي ما قال السيد الرئيس انكم قادرون طبعا بكل تاكيد، ولكن قادرون باختلاف. بحييكي شكرا جزيلا، وبشكرك كابتن ايه ايمن كابتن منتخب مصر البارالمبي للسباحه.